دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا النصائح لتجنب التهاب الجيوب الأنفية؟ أول حاجة بسم الله، ربنا عمل لنا حاجة الناس بتاخدها يمكن مش فاهمة فايدتها، لكن بالممارسة وبال خبرة في الأنف بالذات أمراض الأنف، الواحد اكتشف ان اول ما يصحى الصبح المفروض يغسل وشه ويستنثر. كلمة يستنثر في اللغة اللي هو الاستنشاء. الاستنشاء ده طلع من اهم الافعال اللي الواحد يعملها تفيد الجيوب الأنفية، بدرجة ان ممكن تمنع لك امراض كتير قوي. حتى لو في بداية امراض بتزول هذه الأمراض بس بالحركة الاستنثار للاستنشاء، اللي هي زي حركات الوضوء، لأن جيوب الأنفية ومجرى التنفس ربنا عامله بطريقة إن الهواء بيدخل بطريقة معينة، لازم يدخل يحصل له دورة في الأنف بترطب الهواء وبتدفيه، ثم الهواء يتجه إلى الجهاز التنفسي. الحركة دي محتاجة تكون الأنف الأهداب فيها بتشتغل بطريقة صحية، بتحتاج إن يكون الهواء مفلتر كويس. وطبعاً إحنا عندنا مشكلة التلوث، مشكلة عالية شوية، والأتربة والحساسيات، كل هذه العوامل بتخلي الجهاز التنفسي دايماً عايز حاجة تجدد نشاطه، وأحسن حاجة لهذا التجديد هو الاستنثار. إحنا كدكاترة أكتر حاجة بنكتبها في الروشتات بتاعتنا الغسول، غسول الأنف. غسول الأنف ده بيبقى يا إما بمية وملح، الملح الطعام، أو بيصرف في الصيدليات عن طريق نوع من البودرة. البودرة دي بتذاب في الماء وبرضو بنغسل بيها الأنف. غسيل الأنف هو مفتاح تجنب الأمراض الأنف، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، في بعض برضو العادات اللي بعض الناس بتعملها بالذات الرجالة، وهي بيقصوا شعر الأنف من الداخل. وهذه العادة طبعا الحلاقين بالذات بيحبوا يعملوا الحركة دي، هو مطلوب طبعا ان ما يبقاش فيه المنظر يبقى خارج الأنف، لكن في اتجاه فتحة الأنف القص ده يكون موجود والشعر يبقى موجود، ما يتشالش كاملة، لانه من الحاجات اللي بتفلتر الهواء قبل دخوله الأنف. الحاجات دي طبعا نصايح عامة للناس اللي بتحب انها تعيش في حالة صحية للأنف، ودي يعني كلمة بسيطة على بداية تجنب الأمراض الجيوب الأنفية. شكرا جدا لحضرتك كده.